السلام عليكم مازن فلاول. اليوم رانا في هنا في تونس مركب في ان ستاج دو بريباراسيون. اليوم راح نقدموا لكم الوفد الجديد رضوان زردوم القادم من كلوب افريكا، راح يكون معنا ان شاء الله لمده 3 سنوات، ونتمنى له ان شاء الله النجاح ان شاء الله في الفريق ديالنا. مازن فلاول السلام عليكم. اليوم كان عقدي مع لاجياسكا، الحمد لله يا ربي اللي جيت بنبوبة كبيرة، عاود خط الجزائر بنبوبة كبيرة لاجياسكا. ان شاء الله يكون فاء الخير عليكم ان شاء الله. و جيت لاجياسكا باسكو ليكيب لي بلو تيتري دون لاجيري، وانا كنت الموسم الماضي كنت قريب نوقع في شبة القبائل، مي الحمد لله اللي ما كتبش المكتوب ورحت للكلوب افريكا. الحمد لله عاود استقبلتني لاجياسكا بوبة كبيرة، إن شاء الله هاد العام نعمل عام باهي وإن شاء الله نفرحكم إن شاء الله. كانت عندي عروض من كل الأندية الجزائرية، مي الحمد لله أنا خيرت لاجياسكا باسكو الأب تاعي حب لاجياسكا. نعطي كلمة الأنصار اللي إن شاء الله نوعدهم هاد العام اللي كملت لاجياسكا دوزيام دو كلاسمون، إن شاء الله العام الجاي نوعدهم نهزو الشامبيون إن شاء الله نعملو فاء الخير. وبالنسبة لتوقيعي اليوم طاح مع لانيفرساري دو لاجياسكا، ان شاء الله نكون في الخير ان شاء الله يا ربي عليكم، وان شاء الله نقدم الاضافه ونوعدكم ان شاء الله نجيب بلوس ليكيب باذن الله. Merci.